ازيكم عاملين ايه؟ انا ايه، هنعمل ستايلينج النهارده لواي بيزك دريس. انا كانت قماش روزالين اخد مننا 3 متر، هو تفصيل مش جاهز. اول طريقه لبسته فيها ان عليه جاكيت صوف خفيف كده وطرحه فيها نفس الالوان وبرينا، واي شنطه عندي وكده هنزل، وبقيت مستعده هوريكو تاني ستايلينج جديد. الوقت تاني طريقة، وانا لبسته على جاكيت جينز قصير كده شوية وطرحة ملونة وشنطة فيها نفس نقشات الطرحة، سهل جدا وسريع ومناسب للجو اللي احنا فيه، اللي هو الجو المتقلب شوية، اللي هو مش حر قوي ولا ساقع قوي. بس ده شكله. ممكن بقى نلبس كوتشي يغيره بقى في البرنات، هيبقى شكلها حلو قوي. بس ورابع طريقة لبسته بيها ان انا لبسته على شميز جينز طويل شوية، وحطيت حزام ابيض وطرحة فيها نفس الالوان، ده كان شكله. بس الطريقة اللي بعد كده ان انا لبسته على كمونو طويل بطول البيزك تقريبا، بس بالشكل ده كده. الطريقة اللي بعد كده ان انا لبست حجاب سوري لو مثلا مستعجلين، وحطيته جوه البيزك كده من هنا، وحطيت مثلا طرحة ملونة عليه من بره، وفي حزام في الوسط بس. وبسرعة جدا هتنزلي وسنيكرز بقى بدل بالرينا يعني كده. بس ده شكله لطيف قوي يعني، سريع جدا. هو بيزك وحجاب سوري وطرحة ملونة، واديكي جهزتي ونازلة. الطريقة اللي بعد كده انك ممكن تلبسيه كجيب بيضة على توب ملون بس طرحة، لو ما عندك جيب بيضة مثلا بيزك هيبقى لطيف جدا. ده شكل. المرة دي بقى لبست لوحده، زودت عليه عقد اسود وطرحة فيها اسود واحمر ورصاصي، وشنطة كده رصاصي. ده ممكن يتلبس مثلا بالليل لو نازلة بسرعة، هتلبس مع اصحابك لو خارجة معاهم بسرعة، هيبقى لطيف جدا برضو. ده شكل. ممكن انتي بقى تضيفي حزام، هيبقى لطيف برضو. انا مش لاقية كل حزمتي والله الحمد، بس يلا ما علينا. واخر طريقة طبعا الشال، يضيف على اي حاجة بقى شكلها لطيفة جدا. ممكن تلبسوا عادي شال مفروض كده، او ممكن مثلا نلبسه ككوفية ان احنا نجيبها كده على الصدر. ممكن بقى نضيف حزام، طبعا مش عارفه اضيف حزام دلوقتي، بس تلبسوه باشكال مختلفه. ممكن تلبسوه على جنب وجنب، يعني تخلوه جنب قدام وجنب ورا شبه ده كده. بس اشكال كتيره قوي. ليه رايكم بقى؟ لو عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب مع اصحابكم، وشجعوني ان انا اعمل ستايلينج كمان. بس باي باي.